السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كده لايف، ان شاء الله نكون لايف. تمام، احنا لايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم. بس خفيف سريع كده النهاردة، يا رب بس يكون صوتي واضح والدنيا تمام. السلام عليكم. ايوه، جمعوا جمعوا، تعالوا تعالوا. النهاردة هنتكلم عن معنى طيب جدا من المعاني اللي بتخلي القلب يدمي صراحة، وتخلي الواحد يعني يفكر 1000 مليون مرة قبل ما يشوف أولوياته وتحديد أولوياته في الحياة. إحنا كعباد لله وإيماء لله سبحانه وتعالى علينا دور، دور تجاه ربنا سبحانه وتعالى، ودور تجاه أولادنا، عيالنا، دنيتنا، حالنا، مآلنا. أنتوا أعلم بأمور دنياكم، نديرها زي ما ربنا يرضاها. لكن في الجزء اللي خاص بتاع ربنا، فين مفتاح له؟ يعني إيه المفتاح اللي يدخلني على ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه العباده اللي تخليني بيني وما بين ربنا صله متواصله؟ لو وقعت في زنقه، وقعت في ضيقه، وقعت في كرب، وقعت عايز دعاء، عايز ربنا يستجيب لي اللي انا عايزه، عايز ادعي وربنا يسمعني. صله صله، انتوا عارفين الصله زي ايه؟ زي ما يبقى لك مثلا مخنوق من حاجه وتقول ايه، انا هكلم صاحبي الفلاني، انا صاحبي دوت هو اقرب واحد ليا، فانا هكلمه علشان اشكيله همي وبسي وحزني. احنا عندنا ربنا سبحانه وتعالى، الركن الشديد بتاعنا ربنا سبحانه وتعالى. بس لازم يكون لنا صلة، يعني لازم يكون في صلة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، عشان نعرف ان احنا نقول يعني لنا عين كده ان احنا نطلب ونقول. والله حتى لو ما انتش عامل وما انتش كذا، برضو ربنا قال لك تعالى ومن يجيب المضطر. افمن يجيب المضطر اذا دعا؟ مين اللي بيجيب المضطر لو كافر؟ يستجيب له الله سبحانه وتعالى. فشبهه ان انا لازم اكون بعمل طاعات ومش بعمل طاعات عشان خاطر ان انا ادعي ربنا، لا، حتى لو عامل معاصي روح لربنا. لكن انا بتكلم على فئه تانية خالص، وركزوا معايا الكلام ده، عشان ده الكلام دول البنات الجمال العساسين اللي بيكلموني، وبص الاقيهم لهم طاعات كده تخليني اعيط. احنا عايزين الحال بتاع الخاص. يعني صحيح الله سبحانه وتعالى يربي الناس كلها، العوام، تربية عامة، ولكن في تربية للخواص، في معاني ما يفهمهاش إلا الخواص. ليه؟ اللي هم مين؟ دول أصحاب العمل الخفي والقلب التقي، هم دول. أنا بخاطب النهاردة عموم الشعب صراحة، عموم الأمة، مش بس الخواص. لكن الكلام هيصل لمين؟ الكلام هيصل لمين؟ للقلب اللي لسه بتنغزه نغزة كده، نغزة الطاعة ونغزة الهداية. اسمعوا، هحكي لكم حكايتين اتنين واقفل البث على كده. اول حكايه كان بيحكيها الشيخ عبد الرشيد الصوفي، طبعا كلنا عارفين الراجل بتاع القران، بيتكلم عن والده. يعني بيقول ان هو كان بعت رساله، والده بعت رساله لاخوه الكبير وهو كان في بلد تانية، وبعت له رساله وبيقول له يا ابني، يا بني، واعلم انه من يهجر او من هجر القران الا من قد هان على الله. هان على ربنا اللي هو ايه؟ هوان ربنا في انه ساب القران، هوان هان على ربنا علشان بعد عن كتاب الله، هان على ربنا علشان بعد عن هان على ربنا عشان بعد عن المعيه، عشان بعد عن الحصن القران، هان على الله، ودي كارثه. كنت دايما اسمع اخت من اخواتي، ودايما احكي لكم على التجارب، الناس اللي انا ربنا حطهم في طريقي، هي حالها القران. هي تصحى من الفجر ومن قبل الفجر، وتصلي وتعمل وتصلي الفجر، وتروح وتعمل الفطار لعيالها، تودي المدارس وزوجها الشغل والكلام ده، وبس على المقرأة، ترجع من المقرأة المغرب، وكون محضرة حاجتها وبتاع، عاملة من قبل الفجر يا دوبك على التسخين، يلا 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 الأولاد، شكرا، يلا. حلها كله ويومها كله للقرآن. تقولك ما أنا كده كده بره البيت فأنا صايمة، فهي صايمة تالية لكتاب الله، اللهم بارك عليه. والله ربنا حافظ بيتها، وأنا شوف من الكرامات في بيتها، وحافظ بيتها وعيالها من مهالك الامور. لها ابن في هندسه، الابن ده ربنا نجاه قدام عيني من امر والله كان لا محاله، لا محاله، كان ميت ميت. فالاصل ايه؟ ها؟ الاصل ايه؟ القران. واعلم يا بني انه من يهجر القران الا من قد هان على الله، اللي بيهجر القران اللي هان على ربنا. في حاجة تانية في هوان ربنا، الحديث اللي بيعص ربنا سبحانه وتعالى، هان على الله. ما هو لو كانوا عزوا عليه لعصمهم، ولكن هانوا عليه فعصوا ربنا سبحانه وتعالى، والعياذ بالله، هان على الله.
الكارثة إن إحنا مش واخدين بالنا من الكلام ده، وعمالين في عجلة الدنيا عجلة الدنيا عجلة الدنيا والشغل ومش عارفة وإيه وكذا وكذا، والقرآن صفر. ده بقول لك الوقت اللي أنت حتى بق المية فيه افتح كتاب ربنا. لو مش فاهم ربنا هيمن عليك بالفهم. لو مش عارف أهب بركة القراءة ربنا حتى يجيب لك. فاكرين لما قعدنا نشرح في حلقات التربية، رجعوا للحلقات ديت 2019 تقريباً، كنا مثلنا مرة بسلة مخرومة بس متوسخة كده وفيها فحم ومش نظيفة، وسلة تانية فيها مية وسليمة، وبعدين اللي بيعبي مية من البحر الجد اللي قلب لحفيده وروح البحر وروح هات في المية من السلة دي، قال له مش هيتجمع فيها مية، قال له بس روح، وداه ورايح جاي 5 مرات. ايه اللي حصل في السلة المخرومة؟ نطفت معناها ما جمعتش قرآن، ولكن ايه اللي حصل؟ نطفت السلة القرآن. القصة التانية اللي احكيها لكم، واحد صالح برضو من اهل القرآن بيقول لابنه بتختم قد ايه؟ يعني احنا يعني بنقول حديث النبي عليه السلام اوعى تختم اقل من 3، ليه؟ عشان تعي القرآن. فمعظم الحفاظ بيعملوا وبيختموا كل 5، يعني كل 5 ايام، يعني بياخدوا 6 اجزاء في اليوم، جزء بعد كل صلاة، 5 صلوات اكيد 5، والجزء السادس بياخدوه في القيام، فيختموا كل 5 ايام، لا يتفلت القرآن منهم. فبقول بقى انا بقول لوالدي يعني انا بختم كل 6 ايام وكده، قال له بتقعد اسبوع كامل الايه ما تمرش عليك الا بعد 6 ايام كامله بعيد عن الايه وهجر الايه، عينك ما تشوفهاش ولسانك ما يقراهاش الا بعد اسبوع. كم هجرت القران. احنا محتاجين ناس زي دول في حياتنا. انا اللي خلاني ابكي من الموقفين دولت، الواحد ساعات يعني عنده امور في الدنيا واولاد ودنيا وهيصه والكلام ده، ويكتفي بالورد، او ممكن مثلا يعني ايه نغير صفحه، طب ممكن ناخدها في القيام، طب ممكن ناخدها في تاني يوم ونعمل لا قبل 22 يوم او قبل ال 20 يوم لازم نكون ختمين. يا اخص عليا صراحه الله يسامحني ويغفر لي، والله ويغفر لي تقصير. هاجر القران هان على الله، هاجر القرآن هان على الله والعياذ بالله. والتاني يستعتبه ازاي تعدي عليك اسبوع ما تشوفش الآية الا اسبوع. كارثة كارثة. يعني انا بوثقكم بالقرآن يا جماعة والله، ولو يبقى بينكم وما بين بعض، يعني عارفين الناس اللي بتبقى يعني مثلا الناس اللي هي تبقى مثلا صحاب مع بعض، عيالها مع عيال ديت مثلا في المدارس يتجمعوا، او جيران، او موجودين في شغل مع بعض في عمل معين، اعملوا ولو نص ساعة يا ست، اعملوا 10 دقايق كل يوم ولا ربع ساعة، كل واحدة تقرأ ايتين 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 ايتين، صح الله اللي تعرف تفسيرها سبب نزولها، ده خير جدا، صح ولا لا؟ خير كبير على فكرة. انا يعني اللي يهمني ان احنا ما يتفلتش القرآن مننا. ووصية للحفاظ، والله يا جماعة اسمعوا كلامي، وصية للحفاظ عشان خاطري، خلي القرآن نصب عينك وثبته وقت. اقول لك ما انا بيقرأ يحفظ، لا يا ستي احفظي وهاتي ورد القراءة في صلوات مثلا، صلوات القيام التهجد او السنن مثلا، لكن تعهدي القرآن بالحفظ وثبتي له وقت. لما تثبتي وقت الوقت هيزق مخ، والله مخك ذات نفسه بيصحى ان شاء الله. لو كنت نايمه قبلها بنص ساعه تقول لك انا مطبقه 48 ساعه وجه ميعاد مخ صحيت، لان هي متعوده ان بعد صلاه الفجر وبعد ما تقول اذكارها تقعد تراجع الاوراد بتاعتها. وصيه للحفاظ تعهدوه وثبتوا وقت وحددي ادي الماضي ادي الجديد وبعدين الماضي القريب والماضي البعيد. وشوفوا صحبه معاكم يا جماعه، شوفوا صحبة معاك أهل القرآن دول أهل ربنا. يا سلام يقول لك عيلتك مين؟ يقول لك لا لا لا، لسه كنت بكلم حد من الناس يقول لك لا لا والله يا دكتور احنا لنا عيلة، والله لنا عيلة ولنا عزوة ولنا قبيلة ولنا عشيرة، كل واحد بيتحمى بعيلته وبيفتخر بيه. أنت عيلتك مين؟ أنا طب أهلي، أنا من أهل، أنا أهل القرآن. خلوا أهلنا أهل القرآن، أهل الله وخصته، ياد الشرف ياد الهنا، أهل الله وخصته في ظل الرحمن يوم القيامة، أهل الله وخصته لا يروا. شوف ما قالوا في الدنيا، منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفع في القبر ويوم القيامة. أهل القرآن أهل الكرامات، صدقوني أنا لولا إن أنا عارفة إن في يعني فئة مش هتتفهم الكلام اللي أنا هقوله، أو ممكن ياخدوه كأني كده، لكن أنا أعرف الناس والله العظيم لهم كرامات قدام عيني بشوف في 2022 أصحاب القرآن، أهل الله وخصته.
وصية النبي عليه الصلاة والسلام، في مواصلة افتح مصحفك، مش عارف شغل حاجة على ودانك. فاكرين لما حكيت لكم مرة على موقف وكان في الميتروبوس وخناقة وعركة وبتاع، ما نجى الشاب اللي كان موجود إلا وهو حاطط السماعات وبيقرأ قرآن، وعملوا فتحوا لقوا قرآن سابوه. الفكرة في الأول وفي الآخر أنا فين من الكلام ده؟ الواحد بيتحسر على حاجة، وتعالوا ما أحكيها لكم يوم القيامة، الناس كلها إن شاء الله يا رب يجعلنا منهم، اللي في يعني اللي تحت ظل عرش الرحمن، اللي خلاص اتفتحوا على باب الجنة وبيقرعوا باب الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام، والناس اللي يطلعوا من القبور على الجنان، والناس اللي لسه مستنين الحساب، والناس استغفر الله بيخطفهم النار خطف من بدون حساب، دول اللي حق عليهم العذاب. كل الكلام ده فين؟ فين؟ مين اللي بعت لي مين دي مين دي؟ طب تعالي ريحانه بتقول لو سمحتي عايزاكي تقولي يا ام معتصم سيبي ريحانه تلبس النقاب، سيبي بنتك ريحانه البس النقاب. يا ام المعتصم سيبي ريحانه ينوبك ثواب، سيبيها يا اختي تلبس النقاب، سيبوهم يلبسوا النقاب، سيبوهم يغتمروا ويتحجبوا ويبقوا صالحات عفيفات، بيطولوا الطرح ويلبسوا جبات. اللهم امين امين يا سامعين ويا جيراننا اللي سامعين. طيب خلينا نرجع للقرآن ونقول ان في ناس يوم القيامة في الامان التام. انا عايزة اقول لكم ان انا معهد صحبة تتعهد كتاب ربنا سبحانه وتعالى الا ربنا اكرمها دنيا واخرة. احكي لكم على صحبة معايا من 1 2 3 4 5، احسبوا 24 سنة وبعدين سنة عقد سنتين عقد 26 سنة 26 سنة واكتر، قولي ولا 4 سنين جامعة. يا نهار ابيض، انا عجوزه جدا. الصحبه دي اللهم بارك اللهم بارك، دولك كانوا تجمعنا اصلا على القران. شفتهم لسه في رؤيه قريب، اديني ببشرهم للي معايا واللي في اسطنبول واللي بره اسطنبول، شفتهم في رؤيه قريب. طب مش هقدر اقول عشان في ناس في مصر، مش هينفع اقول الاسماء. شفتهم في رؤيه قريب ان احنا في بيت كل دور في مجموعه، فالمجموعه اللي تحت كان فيها اخت من اخواتي هنا معايا بتقول لي لا 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 يا اخت هاله، انت في المجموعه اللي في الدور الثاني، احنا بتاعه صلاه الفجر. قلت لهم قالوا لي احنا اللي بتوع بعد صلاه الفجر. وصحيت وكنا فرحانين بقى وهدايا وهس وحاجه جميله كده يعني، النبي مش عارف الصلاه والسلام بعت لنا هدايا، وكانت رؤيه حلوه صراحه. انا عامل تعب شفت الرؤيه دي. المجموعه دي الى وقتنا هذا منهم ستة ختموا على سنة 5 طب، كان المفروض يختموا على 6 طب، ختموا على 5 طب. والستة دولت موجودين، وفي جزء منهم معايا هنا في اسطنبول. أنا عايزة أقول إن أصحاب القرآن واللي دايما حاله مع الآيات والتفسير وكذا، أنا والله لا أنسى أبدا يعني آيات سورة الإيه؟ سورة المائدة. ما إحنا أول ما كنت بحفظ لوحدي لحد الانفال، وبعدين لقيت مجموعه داخله في المائده فدخلت معاهم، فكان الشيخ بيسمينا يا اصحاب المائده، احنا نيجي عشان نسمع. كنت دايما تشوفوا فاكره وفاكره التفسير بتاع الجلالين للسيوطي مزالا باسباب النزول للنيسابوري. شوف انا فاكره الكتاب الاحمر ده او لونه نبيتي كده، وفاكره الايه وتفسيرها تحت وسبب نزولها. الحاجات دي ما بتتنساش والله يا جماعه، والله ما وضع القرآن في بيت إلا وبركه ربنا سبحانه وتعالى، بركة البيت وبركة القرآن وبركة قراءة القرآن. اللي دايما حاطط، فاكرين زمان بقى زمان، عشان كده احنا بنزعل قوي قوي لما بنسمع إذاعة القرآن الكريم وبتبقى شغالة وعارفين الساعة 11 ايه، وبعدين التواشيح جاية الساعة كام، وبعدين الابتهالات النقشبندي الساعة كام، وبعدين ده مين القارئ ده، ده زاهر اللي هيقرأ دلوقتي، والحفلات بتاعة القرآن. ما في بيت يطلى فيه القرآن إلا والقرآن يبرك أهله ويبقى بركة عليك وعلى أولادك. هاتيهم مجمعين. تعالى أديكوا نصيحة أخيرة للأمهات، هاتوا بس قولي اليوم ماما في بس، بطل رن بس عشان بيفصل عليا. هاتي أولادك قبل ما يناموا، ولو هم في سن قبل سن 5 سنين أديني باخد جزء عام، لو هم بعد كده شوف الصور اللي أنت طالعة معاهم فيها إيه، وخدي الصورة صورة أو آيتين آيتين واقرأيها معاهم بس. لو فيها سبب نزول قولي القصة، لو فيها تعريف قولي، صوري الصورة بالمعاني وأسباب النزول، ويلا وسيبيهم على كده مش هيضيعوا. وهم ذات نفسهم هيتعودوا على كده. أنتم مش هتشغلوا لنا حاجة وإحنا نايمين؟ مش عايزين تشغلوا حاجة وإحنا مش عارفة إيه كذا؟ طب هشغل عباسط والتاني مش عارفة الحصري والتالت إيه؟ وكل عيل واخد له شيخ. ما تسيبوش نفسكم ولا تسيبوا عيالكم ولا تسيبوا قلبكم، وافتكروا الحاجة اللي أنا قلتها أول البث،
اللي بيهجر القرآن فإيه؟ فقد هان على الله. ورقم اتنين، هان عليك قلبك وقدر قلبك يجيبك ان انت تقعد اسبوع لعينك ولا لسانك يقرأ الآية. خلونا يبقى حالنا مع القرآن، مش وقت الفراغ، والله القرآن عزيز، كلام ربنا عزيز، مش وقت الفراغ، لا ده انا مثبته له وقت، واي حاجة تانية بتيجي ما تجيش الا على وقت القرآن. ردنا الله وإياكم لكتابه ولكلامه، جعلنا الله وإياكم من، يعني أقول مثلا، من اللي بيعلوا قيمة القرآن وقدسية كلام ربنا سبحانه وتعالى، ويجعل القرآن حاكم لينا وفينا. اللهم أمين، ويجعل تاني يبقى القرآن في الدنيا كلها يتلى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. مين؟ طب قبل ما أقفل، أم حبيبة عايزة إيه يا أم حبيبة؟ لو سمحت يا دكتورة نصيحة لابني 10 سنين. ماله يا ام حبيب؟ فين يا ام حبيب؟ 10 سنين. الصلاه. بص يا ام حبيبه، انا اوصيكي بحاجتين، كرري 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 كرري، واستمري استمري استمري استمري، واصبري اصبري اصبري اصبري. التربيه كده، تكرار وصبر. طب ما بيقولش، ما انا بقالي 5 سنين. يا اختي هتفضلي 30 سنه ويتجوز ويجيب مراته وجاي وعياله، وبتربيه وبتربي مراته وبتربي عياله. انا شرط على عيالي يتجوزوا ويخلفوا ويجيبوا العيال، على الله حد من جوازكم ياخد العيال، انا اللي هاخد العيال اربيها. بنفضل التربيه كده، هي التربيه كده، صبر واستمرار. لكن الامهات نفسها قليل صراحه، ونفسها قصير في التربيه. لا زهقت، لا مش عارفه ايه، لا ده اصل ابوهم، ما هو لو كان ابوهم عمل كان كذا، ما هو كان ابوهم بقى ساعدني. وبعدين دايره ان انا مسقط الاخطاء على ايه، اسقط الاخطاء على الاخر، وده مش صح. انا المفروض ان انا اتحمل مسؤوليه، راعيه مسؤوله عن رعيتي، اعمل اللي عليا. ودول اولادك يوجعوكي، هنقعد بقى نستنى ده يقول وده يعمل ويعمل؟ لا، المركب هتغرق يا جماعه. اللي بيعرف في جد في جد، تمام، واحتسبيها عند ربنا. شكرا لك يا جنات، جزاكم الله خيرا. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، القاكم بس جديد ان شاء الله.